امبارح كنا مع موعدنا الثابت مع الإعلامي توني خليفي بحلقة جديدة من 15:44. مواضيع عديدة بيتناولها توني خليفي ببرنامجه، وطبعا مواضيع بتكون شغلتنا خلال كل الأسبوع. امبارح ب 15:44 تناولنا موضوع إنفلونزا الطيور، تناولنا موضوع الشاب الصغير يلي مات بالبقاع بسبب مهاجمة كلبي له، تناولنا مواضيع عديدة تانية. ورح نشوف نحن وياك هلأ كيف ردت عائلة شاب صغير بالبقاع يلي فعلا هي فاجعة بالنسبة لهم، ولكن أكثر من هيك كمان كل الأحاديث اللي صارت حول هالموضوع حديث كتير كبيرة، وممكن تكون عم تجرح الأهل أكثر من جرحهم كمان الكبير. لنشوف شو كان رد العائلة امبارح ب 15:44. جورج هلال خال الطفل الضحية مايكل، مساء الخير وإن شاء الله يكون فداكم، وإن شاء الله تكون روح مايكل بالسماء. مساء النور طبعا، لأنه أهله لمايكل بحالة يمكن كمان منهم قادرين يطلعوا على الإعلام ومنهم قادرين يحكوا. أنتوا اليوم بدل ما تكونوا عم تاخذوا التعازي بمايكل، أنتوا مضطرين اليوم تدافعوا عن نفسكم، أنه مش أنتوا اللي قتلتوا ابنكم. يعني اليوم أهل مايكل مضطرين يدافعوا عن نفسهم أنه مش نحن اللي قتلنا ابننا. ولكن هناك من يتهم الأهل، أو خلينا نقول الأب بشكل مباشر، أنه هو عم بيربي هالنوع من الكلاب بطريقة معينة، بطريقة شرسة، بطريقة متوحشة، لأنه بيشاركوا بقتال الكلاب ومراهنات وما إلى هنالك. أنت كخاله للولد، يعني أنت يمكن عاطفتك على الولد ما بتتأثر بالبي بشكل بشكل مباشر، يعني اذا البي مخطئ انت كخال راح تقول انا خسرت ابن اختي طبعاً. بالنتيجه طبعاً. وهيدا الشخص هو بيتحمل الخساره. شو صار معكم مزبوط، وانت خصوصا كنت بالمزرعه، يمكن الوحيد اللي كنت بالمزرعه وقت الحادثه او وصلت؟ انا لا، انا وصلت متاخر، وصلت كان نعم. الصبي بالمستشفى. نعم، اجاني تليفون من مدامتي وقالت لي الصبي بالمستشفى وبيو معه. نحن افتكرنا حادث صاير او شيء، ما كناش متوقعين نهائيا. يعني الصبي مش اول مره بينزل يعني على المزرعه، هي مش مزرعه بالعربي المشابرح يعني، بس هي انه هيك شخص ساله كتروا عنده الكلاب، وساله انه اذا بيقدر يحطهم عنده هيك لحتى مطرح مرتب لهم ليعتني فيهم. يعني هي بالنهاية كمان مزرعة نهائيا، يعني مع انه شفنا اكثر من كلب، هني اكثر من كلب مزبط لهم مطرحهم. نعم. ولحتى اذا اجوا لعنده ناس بيخصهم باخصيه بالحيوانات ما يقولوا انه هو عم بيعذب الكلاب، او وبالاخص هذا الجنس من النوع الكلب، يعني جنس البيتبول معروف في منه كلاب شرسة للمصارعة، وفي منه شو دوغ. هلا هول اللي عنده هو كلهم شو دوغز، ما في منهم. شو المقصود بالشو دوغ؟ الشو دوغز يعني جميل الكلب، بيدربوه لحتى تعرض كتافه لحتى يبين انه منظره منظر كلب. نعم. واقف يعني. هوديك الكلاب اول شغله بيبقوا مشوهين توني، يعني مدربين وبيبقوا مشوه، يعني مشوه بوجهه، مشوه بجسمه من ورا المصارعه من ورا التدريب. وهالمطرح يعني ما عمل لبن هو، اذا ما بعرف اذا انتبهته. نعم. هو ما عمل لبن، ما في له مطرح خالص لا للتدريب ولا في مطرح لا، يعني ما في حلبة رينج لحتى يقدروا يصارعوا بقلبه ولا في شيء نهائيا. والكلاب يعني كتير موالفة على العالم. ايه بس اللي بيسمعك عم تحكي عم تستعمل المو تكنيك، يعني عم تستعمل كلمات تقنية إلها علاقة بالمصارعة، مصارعة الكلاب، يعني كأنك ملم بهيدا الموضوع، يعني ملم بموضوع انه شو بيتضمن الاماكن اللي بيصير فيها مصارعة الكلاب. اكيد طبعا. يعني عم تحكي عن شيء بتعرف فيه بتفهم فيه. اكيد طبعا، ما حدا لما بيعرف فيهم. يعني انا حتى شخصيا كنت مربي كلب منهم بقلب البيت، يعني ما بنكر، يعني كنت مربي كلب منهم بقلب البيت، بس لمين كبر وهيك على الكنبيات بنطنط والهام بفوت وعلى المطبخ بفوت، يعني الشغله بطلت محموله فشلته عطيته للناس يهتموا فيه يعني. طيب شو صار مزبوط مع مايكل؟ مايكل الباي كل فترة بينزل بينظف لهم وبيعزلوا هيك، وكان فترة عيد يعني. الأم قالت له للباي، قالت له أختي يعني، قالت له لجوزة، قالت له بركي بتنزلوا معك على المزرعة وهيك بيموه شوي، وبالعلامة أخذ معه شوكولا وأخذ معه بيض لأولاد الشباب اللي بيشتغلوا تحت يعني.
هلا عم يلعبوا هن وثاقبت صاحبه اللي حاطط عنده الكليب عيط له على المكتب. المكتب بعيد عنه تقريبا شيء 30 متر 25 30 متر. عيط له على المكتب بتفاجئ بمايكل عم يضرب الكلبه, هي هاي الكلبه بالاخص عم يضربها بالعصاية على راسها. عيط علي اول مره عم لقاها عم تهوش كتير وهيك, ركض الصبي قدامها عطشت الجنزير هي ولحقته للصبي. بعش لحق البي يطلع من المكتب ويوصل لعند الصبي, كانت الكلبه متعبشه فيه. بس هاي الكلبه الوحيده اللي بقلب المزرعه توني هاي مشتريها هو عكبر. هوديكي كلهم جرويه, هو بيجوز وبيربي وفي منهم كتير, في عالم كتير بيعطيها بيبخششهم يعني لنا مصلحته ولا انه عامل حكيم كليب يعني. بس جورج في شيء ملفت انه الكلب كنا امبارح كمان ب 15/4/44 مع شاب نجي من اعدامه بالعراق, طبعا شهاده كثير حلوه. وكمان طرحنا موضوع هل حرام المسلم يعيد المسيحي بالاعياد, مواضيع عديده دائما ب 15/44 بتهمكم. هلا رح ننتقل انا وياكم لا تكنولوجي مع إلي ابو صالح.